النور الأصدقاء والصديقات المتتبعي والمتتبعات موقع العمق المغربي في حلقة جديدة من برنامج جسور، حيث هذا المساء سأستضيف الكاتب المترجم الأستاذ السي محمد أيتحنى، الذي سأقول عنه بأنه فلتم فلتت هذا الزمن، لأنه في عمر شاب استطاع أن يحقق أشياء كثيرة في مجال الكتابة والترجمة. الأستاذ السي محمد أيتحنى هو باحث أيضا في الفلسفة، وحضر عضوا في لجان تحكيم عديدة، لعل أبرزها الجائزة العالمية للرواية العربية، جائزة البوكر. ألف في القصة عندما يطير الفلاسفة، وفي الرواية كتب رواية الحديقة الحمراء، إضافة إلى مجموعة من الترجمات للأدب العالمي الذي سنأتي على ذكرها قادما. مرحبا سي محمد، تفضل. مرحبا سي محمد، مرحبا بزوار موقع العمق. في الحقيقة أنا أولا محرج من تقديمك، لأني أرى أنه تقديم يعني أكبر بكثير من مقاسي، أكبر من المساء. فالملاحظ لدى أي متتبع أو حتى لدى من يكتفي بتقديمك أنني طرقت مجالات عديدة، وفي نهاية المطاف تقريبا لم أؤسس أي شيء في أي مجال. منشوراتي في الرواية هي رواية يتيمة، وكذلك في القصة منشور واحد مجموعة قصصية، فكأنني ما زلت أبحث يعني عن موطن لترسيخ القدم، أو ربما اقتنعت في نهاية المطاف بأن الحياة هي حياة ترحال أكثر من حياة ترسيخ. فلكل هذه الأسباب أجد أن تقديمك لي باعتباري فلتة من فلتة الزمن هو كلمة أكبر بكثير ولا أستحقها، وشكرا لك مجددا. أنا أصر على أنك فلتة، لأنه في سن شبابي تصل إلى هذه المرحلة من أن تكون عضوا في جائزة، عضو لجنة تحكيم في جائزة كبيرة. أيضا أنت معروف بمواكبتك لكل ما يصدر في صنف السرديات في المغرب، وفي هذا الإطار هذا أدي نناقش معك أولا القصة القصيرة. طبعا أنت مواكب بشكل كبير، وأيضا حضرت لجنة تحكيم مجموعة من الجوائز في هذا الصنف الأدبي. نبغي نسولك هذه القصة القصيرة، ربما هذه الصفة ديال القصيرة تجعل البعض يستهين بهذا الصنف الأدبي، وهذا الاستسهال ربما أدى إلى واحد النوع ديال الإسهال اللي خلى لنا واحد العشرات أو مئات من المجامع القصصية تظهر كل سنة، ولكن في نقص أو في غياب النص القصصي الحقيقي. واش أنت مع الفكرة اللي كتقول بأن التراكم النوعي قد يؤدي إلى التراكم الكمي قد يؤدي يوما ما إلى هذه القفزة النوعية، أم أنه خصنا نقنوا الأمور حفاظا على الذوق العام ديال المتلقي؟ أولا ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار مسألة أساسية، هي أن التهافت على القصة وعلى كتابة القصة في المغرب، يعني كتجربة المغرب، لم يكن لدواعي ترتبط بهذا الجنس نفسه، يعني النوع اللي هو نوع القصة، لأننا نعرف أن كتابة القصة في المغرب قديمة جدا، ربما من النصوص الأساسية المؤسسة التي نذكرها دائما نذكر القصة أكثر مما نذكر الرواية. لكن في فترة زمنية ما وقع تكالب يعني كبير على هذا الجنس، ليس لطبيعة الجنس الأدبي، بمعنى أن الجنس الأدبي هو سهلون أو يمكن الكتابة فيه ببساطة أو أنه قصير أو غيره من هذه الاعتبارات، بقدر ما أن الاعتبارات كانت اعتبارات موضوعية، لأننا نعرف أن المغرب في فترة زمنية وقع فيه انفجار لما يعرف بالمهرجانات القصصية، أيضا الوسائط حضية القصة بوسائط لم تحظى بها لا الرواية ولا الأجناس الأدبية الأخرى. نعرف أنه عندنا مجموعة البحث خاصة فقط بالبحث في القصة، ونحييهم على كل المجهودات التي يقومون بها. إذن الفكرة هي فكرة، أنا في اعتقادي أنه في لحظة زمنية ما الكاتب المغربي خاصة الكاتب الشاب عندما كان يريد أن يلج دائرة الكتاب في المغرب كان يحتاج إلى أن ينضم إلى مجموعة، إلى أن يحس يعني بدفء مجموعة معينة.
فلكي يحسب على هذه الدائرة لم يكن يجد أفضل من كتابة القصة. فأعتقد أن المهرجانات مثلا الشعرية كانت هي المسيطرة. ولو أننا مثلا افترضنا أن المهرجانات الشعرية بشرط أن تكون مهرجانات شعرية خاصة مثلا بشعر الهايكو أو مثلا بالشعر العمودي أو غيره، فهذه اللحظة هذه سنلاحظ أن الانفجار الأساسي سيكون انفجارا في كتابة الشعر إلى آخره. إذن هي نتائج لوضعية أو لشروط موضوعية أكثر منها شروط تهم الجنس الأدبي. لأن المسألة الأخرى أيضا هو أنه الكتابة في القصة ليست الجانب إليها ليس هو السهولة، بالعكس نحن نعرف أن الذي يبدأ كتابة القصة يكتشف أن الكتابة القصصية أصعب بكثير من الكتابة السردية الممتدة كالرواية وغيرها، ولكن الأمر يرتبط أكثر بالمراحل العمرية للكاتب. هناك تجارب أو دراسات تربط ما بين المراحل العمرية للكتاب والجنس الأدبي الذي يفضلون الكتابة فيه. الجنس الأدبي المفضل مثلا لدى الشيوخ هو الرواية أو المذكرات أو غيرها، يعني ما يتطلب منك حالة استرخاء معينة ترتبط بذاكرتك بطريقة تناولك للذكريات بالزمن الممتد إلى آخره. أما الرواية أما القصة عفوا فتتطلب شيئا من 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 العنفوان، تتطلب شيئا من من من, من قوة الذاكرة، من الذاكرة الخاطفة، يعني التي الكاتب القصة هو كاتب لا يستطيع أن يستقر على شيء، كاتب موتور. طبعا احنا نحيي استاذنا الكبير السي احمد بوسفور الذي طبعا انت لاحظت انه هو من ابناء جيله ولا من ابناء يعني الاجيال كلها هو الاكثر كاتب ظل محتفظا بهذا التوتر. اذا الكاتب عندما يبدا الكتابه ربما اذا كان سيبدا الكتابه وهو في سن مبكره سن الشباب او سن المراهقه والعنفوان وغيره ربما الاقرب اليه هو ان يكتب ضمن جنس ادبي يستطيع أن يتعامل مع توتره مع هذه الصور المتوترة والقافزة إلى آخره. فأعتقد أن هذه الشرطين الموضوعيين أساسيين لفهم لماذا كان عندنا تكالب على واسمح لي على استعمال هذه الكلمة رغم أن فيها شيء من حكم القيمة، ولكن هذا لا يمنع على أن إن كان تمت من جنس أدبي أبدع فيه المغاربة في السنوات الأخيرة فأعتقد أنه هو جنس القصة. على ذكر طيب الذكر السي أحمد بوزفور حينما سئل عن القصة القصيرة جدا قال بأن القصيرة جدا موجودة ولكن القصة غير موجودة، غير موجودة تماما. ولكن في واحد العبارة واحدة أخرى كان معروف بها هو دعوا 100 زنبقة تتفتح. يعني أنت في نظرك واش نخليو 100 زنبقة تتفتح ولا خصكم واحد السراء نحن لا نملك دور النشر؟ لا أي كرأي دور النشر تكون حاسمة وتكون عندها لجان القراءة. هي دور النشر اسمح لي، دور النشر هذه المسألة هذه ترتبط بسوق نشر معينة موجودة في المغرب. سوق النشر فيها فكرة الدعم، فيها فكرة الكاتب الذي يطبع لنفسه إلى آخره. هذا ماشي دور النشر، هذا مطابع. نحن ليست لدينا دار نشر بالمعنى الفعلي لكلمة دار نشر إلا معدودة، يعني على ربما أقل من أصابع اليد الواحدة. أما البقية هي مطابع دار النشر التي تقول للكاتب ينبغي أن يعني أن نتشارك في تكاليف الطبع نصف نصف مثلا، ولا أن تتكلف أنت بالطبع وأعطيك مثلا نسخ كاملة إلى آخره. كل هذه الممارسات تدل على أنه ليست لديك سوق نشر حقيقية. سوق النشر أو دار نشر حقيقية إذا لم تكن هي نفسها تؤمن بمشروع الكاتب وبقيمة ما يكتبه فلا داعي لأن تنشر. إذا الأمر هو أمر موضوعي موضوعي، وهذا الأمر الموضوعي إحنا لا نملكه تغييره لا من قريب ولا من بعيد، لا كنقاد ولا ككتاب ولا كغيره. ولا ننسى ايضا انه اننا نحن وكاننا نلعب لعبه نرد. هذه لعبه النرد التي نلعبها هي اننا نرمي النرد في كل مرتين. هذا النرد الذي نرميه هو عباره عن مجموعه قصصيه تظهر لفلان او علان او غيره، ولكن ننتظر انه في لحظه زمنيه ما يظهر وسط كل هذه الرميات الخائبه رميه رابحة. فلتة هي فلتة من الملفات، وهذه الفلتة الحقيقية فلتة النصوص وليس فلتة الأشخاص. نظرا للوقت اللي طبعا ما غاديش يتيح لينا أننا نزيدو نتعمقوا في هذا النقاش، ولكن عندي معك محاور كثيرة. ندوز للمحور الثاني اللي هو الترجمة. أنت طبعا مترجم معتمد عند دار النشر الجمال، ياك؟ لا انا معتمد عند دور النشر كثيره، تعامل مع دور النشر كثيره يعني لا أرتبط. انا قريت لك مع احترامي لصديقي وعزيزي خالد المعالي في دار الجمل
وشخص أحبه وأقدره كثيرا وبدين له بالكثير، لأن أعمالي الأولى التي نشرت كانت بفضله ومعه، ولكن أنا يعني لا أشتغل مع دار نشر واحد، فضلت أشتغل مع دار نشر كثيرة. إذن أنا اللي قريتك هو بعد دور الأعمال التي نشرتها دار الجمال، ولكن كيف ما كان الحال هو أنك أنت مترجم جيد، ولكن اليوم غادي نسولك كان على الجدوى من الترجمة. عندنا واحد الأدب عالمي موجود ومترجم هذه من سنوات، من الستينات والسبعينات، الأعلام ديال الكتابة الروائية في روسيا، إيطاليا، فرنسا. واش هذاك الشيء كله تقرأ وحنا اليوم بحاجة أننا نترجم أدب آخر جديد، أم أننا فقط نترجم لكي نسمي على الأقل باش نتسموا بأن العملية ديال الترجمة راه باقة مستمرة؟ واش القارئ في حاجة إلى ترجمات جديدة؟ لماذا سيحكم على القارئ العربي ولا على الثقافة العربية؟ وتحدث طبعا على الثقافة العربية، هنا ماشي بالمعطى العرقي أو المعطى لا الجغرافي ولا أي ولا التاريخي، وإنما تحدث على المعطى اللغوي، يعني أن مجموعة الناس يقرؤون ضمن اللغة العربية. لماذا سيحكم على الثقافة العربية دون باقي الثقافات أن تكون ثقافة فولكلور وثقافة كلاسيك؟ يعني ما الجدوى من أن يقول بأن الثقافة العربية ترجمت في زمن ما ماكسيم غوركي، دوستويفسكي، تولستوي إلى آخره، والآن علينا فقط أن نقرأ هذه الأمة؟ أولا الثقافة العربية لم تترجم من الكلاسيك إلا القليل جدا، قليل جدا، يعني النظر القليل، يعني أقل ربما لغة مع قيمة اللغة العربية والعدد المتحدثين بها، أقل دار نشر، أقل عفوا لغة ترجمة الكلاسيك هي الثقافة العربية. والترجمة الكلاسيك في الثقافة العربية لم تنضج وتصير ترجمة بعد، يعني فعلية، نعرف أن معظم الترجمات القديمة كانت إما ترجمات مختصرة أو مخلة بالنص أو خاضعة لإملاءات إيديولوجية أو إملاءات ثقافية أو غيره. إذن نحن الآن بحاجة أولا إلى إعادة ترجمة كلاسيكيات أو تملك الكلاسيك بالمعنى الجديد، خاصة أن أحسن اللغات التي لها باع طويل في ترجمة النصوص الكلاسيكية كاللغة الفرنسية هي الآن تعيد ترجمة معظم الكلاسيكيات القديمة لاعتبارات عديدة، منها تقادم اللغة، بنفس جديد، تقادم اللغة، تجدد القراء، توسع الفهم المرتبط بالنص الذي لم يكن آنذاك مفهوما على النحو المعاصر. إذن ثمة المسألة الأولى هي مسألة ليست لدينا نوعين من الأدب، الأدب الكلاسيكي والأدب المعاصر، وثمة يعني نوع من الاختيار، هل نحن يعني لدينا ما يكفي لنقرأ أولا ما ترجم، لنقرأ أولا ما نشر إلى آخره؟ لا، أنت مطالب بأن تكون جزءا فاعلا من هذا التاريخ ومن هذا الزمن. كي تكون فاعلا في الزمن وفي التاريخ، لديك أولا أنك تتملك النصوص التي تملكها غيرك، وهي نصوص تاريخية ونصوص كلاسيكية ونصوص عالمة وأمات الكتب، وأيضا أنت مطالب بأن تترجم وتواكب ما يصدر الآن، لأن الكاتب اليوم المغربي أو الكاتب العربي أو الكاتب التونسي أو الكاتب المصري أو غيره هو أيضا مطالب بأن يفهم الكتابة اليوم، يفهم التجارب اليوم كيف تكتب. فلا يمكن مثلا أن أدفع بالكاتب المغربي اليوم، الشاب المغربي اليوم الذي يكتب، بأن يعتنق طريقة ألكسندر دوما أو زولا أو غيره في الكتابة، ولو فقط هذا هو مجالك ينبغي أن تقرأ هذه الكلاسيكيات حتى تتعلم فنون الكتابة إلى آخره. هذا مسألة مدرسية محض. أما اندراجك في الزمن الذي تعيش فيه، أنت مطالب أن تعرف ما يكتب اليوم وأن تكون حركة فاعلة بالترجمة. وبين قوسين فكرة أننا نترجم الكثير هي فكرة خاطئة جدا، نحن لا نترجم إلا القليل جدا، وعدد المترجمين الحقيقيين والفعليين هم على رؤوس الأصابع، خاصة في اللغات الأخرى التي لا نملك أصلا مترجمين. كم مترجم عربي اليوم يترجم على الصينية، يترجم على اليابانية، يترجم على الكورية أو غيرها إلى آخره؟ إذن نحن في الحقيقة في تخلف هذا الركب هذا، ومطالبين بأن نترجم ونترجم ونترجم ونترجم، أن نساهم في مسودة الترجمة العربية بنفس الطريقة التي تحدثت فيها من قبل عن فكرة القصة، وأننا ننتظر أن تظهر فلتة من الفلتات. أيضا هذا الطرس المفتوح، هذه المسودة المفتوحة التي ما ننفكه، نعيد الكتابة فيها وتأويلها وتنقيحها، المسمات مسودة الترجمة، ستكشف مستقبلا ربما عن شيء، خاصة أن اللحظات الأساسية لتطور كل ثقافة معينة هي اللحظات التي تدخل فيها الثقافة في حوار مع الآخر. تذكر مثلا الثقافة العربية في زمن الازدهار والهيمنة وإلى آخره، إنما كانت بالأساس ثقافة مترجمة عن الثقافة اليونانية،
والثقافة اللاتينية في لحظة زمنية كانت ثقافة مترجمة على الثقافة العربية إلى آخره. إذن الثقافة التي لا تدخل في حوار ثقافة أخرى ترجمة بالأساس لا يمكن لها أن تستمر. نعم. وما كتفكرش تقوم بواحد الترجمة معكوسة من العربية إلى الفرنسية أو الإنجليزية مثلا، تقرأ نص عربي سواء لمغربي أو اسم آخر وتقدموا للقارئ الأجنبي، خصوصا أنك تتقن اللغتين مع الفرنسية والإنجليزية؟ كانت عندي تجارب من هذا الجانب، عندي تجربة لترجمة وإعادة كتابة في الحقيقة لعمل هو عمل الحي بن القدر بن طفيل الناشئة بالفرنسية، وربما رواية واحدة يعني فلسطينية بسيطة إلى آخره، ولكن تكتشف مع المدة أن الترجمة غالبا ما تسير في اتجاه واحد ولا تسير في اتجاهين، تسير في الاتجاه الذي تستطيع أن تبدع فيه. أنا أعرف نفسي كاتبا باللغة العربية ولا أعرف نفسي كاتبا باللغة الفرنسية. علاقتي باللغة الفرنسية وفي كتابة باللغة الفرنسية ربما انحصرت في كتابة مواضيع التبريز التي اجتزت بها المباراة، غير ذلك أنا كاتب يذهب في اتجاه نقل الثقافة الفرنسية إلى الثقافة العربية. وهذه الحقيقة، هذه الوضعية هذه أرى أنها هي الوضعية الأسلم، لأنك في اللغة الأجنبية قد تغيب عنك بعض الأشياء ومع ذلك تفهم النص، لكن لكي تنقله إلى الثقافة الفرنسية تحتاج أن تكون متجدرا داخل هذه الثقافة، بينما أنا متجدر أكثر داخل اللغة العربية وداخل الثقافة العربية. والفرنسيين أيضا يقومون بنفس الشيء، يعني لا يترجمون من الفرنسية إلى العربية بقدر ما يتطلعون بترجمة النصوص العربية إلى الفرنسية. وأنا أقرأ لك، يعني كنحس بأن ما تكتبه دابا بعيدا عن الترجمة، ما تكتبه شخصيا في واحد النكهات متعددة، يعني بحال هذيك النحلة طبعا اللي كتستهرى فوق واحد المجموعة ديال الأزهار والرياحين كتعطينا واحد العسل مختلف. حتى الكاتب اللي كتكون عنده واحد الروافد متعددة، منها السينما منها الموسيقى منها واحد مختلف الحساسيات الفنية، كيكون هذاك المنتوج السردي ديالو مختلف، وهذا الشيء حاضر عندك بطريقة واضحة جدا. إذا بغيناك تقول لنا شنو هي موسيقاك وشنو هي سينماك وشنو هو الفن ديالك اللي كيخلي القصة ديالك طبعا ولا الرواية تكون متميزة. أنا أساسا أسمي نفسي هو يعني صنفت نفسي فنيا، صنفت نفسي كاتب موسيقى أكثر مني كاتب صورة لوحة وغيرها إلى آخره. أعتقد أني نحب كثيرا الموسيقى، الموسيقى والاختيارات الموسيقية أساسا هي ترتبط بالكلاسيكيات الغربية، خاصة موسيقى شوبرت، موسيقى غوستاف مالر، موسيقى موزارت، هذو هما الأساسيين عندي. وفي العالم الموسيقى العربية أحب كثيرا أعمال الصنباطي، رياض الصنباطي أحب كثيرا يعني أعماله، أقدر كثيرا يعني اشتغاله إلى آخره. فستلاحظ أن معظم اختياراتي الموسيقية هي مع موسيقيين يقدمون موسيقى إشكالية، موسيقى تجريبية أكثر منها موسيقى لديها يعني قواعد يعني جاهزة وثابتة. اسمح لي غير قطعك، لأن حتى في المجموعة ديالك عندما يطير الفلاسفة كل نص هو موقع بمعزوفة موسيقية. موقع المزاج العام. المزاج العام الذي كان رافق كل أنا، ذاك كانت تجربة وكنت يعني تعرضت لنقد من بعض الناس يعني خصوصها، وكان آخرين رأوا فيها شيئا من طرفها. كنت في نهاية المطاف بدل أن أوقع بالتاريخ يعني متى كتب النص، كنت أوقعه بالمعزوفة الموسيقية التي كنت أعايشها في فترة كتابة النص. وأنا اعتقدت أن تلك النصوص التي كنت أقرأها هي مترجمة إلى اللغة العربية، واتصلت بك قلت لك واش أنت ترجمتي لهذا، وقلت لي فعلا الحديث معك راه شيق ولذيذ، ولكن راك عارف دائما الإكراه الوقت. أنتقل معك لواحد المؤلف اللي لفتيه مكتباتهم، كتبتي على المكتبة ديال بنو سينا، أومبرتو إيكو، كيليتو، سارتر، الجاحظ، بوزفور، يوسا ومجموعة من الكتاب اللي كانوا عندهم مكتبات مرجعية. اليوم كاينين عندنا، أنا نبغي نتكلم على مكتباتنا اليوم هي فيها واحد النوع ديال الترف، واحد النوع ديال التباهي، لأن الناس كتاخذها غير خلفية باش أنها تدير بها السيلفي، لأن هذاك الشيء فعلا لا ينعكس على المكتوب. لأننا ملي كنشوف كاتب داير تصوير هاد المكتبة ديالو في فيسبوك ولا في شي حاجة وكنقرا ليه، كنفهم بأنه ما يكتبه لا ينعكس على ذلك المقروء.
ما عرفتش واش تقدر تصاوب لينا شي كتاب اخر تسميه مكتبات ونتكلم فيه على هذه الظاهره هذه؟ ممكن المستقبل لا ادري يعني. بعد لا شنو تعقيبك على هذا الشيء اللي قلت؟ لا لا اتفق معك اتفاقا يعني كبيرا، بس لكن اريد ان اوضح مساله حتى يعني لا يخطئ القارئ والمشاهد التقدير، هو انني عندما اتحدث عن مكتباتهم هذا كتاب ليس لتصنيف المكتبات او للحديث عن مكتبات كتاب، هذا كتاب يندرج ضمن صنفين للأسف لا يلقى يعني انتشارا واسعا في الكتابة العربية، هو صنف يسمي الفيكشن يعني وصنف المتخيل، ولكن في نفس الوقت لا ينتمي لا لقصة ولا لرواية ولا غيرها إلى آخره، فهي كلها مكتبات متخيلة وتعالج قضايا بعيدة جدا عن فكرة المكتبة، تعالج مثلا فكرة قراءة الميت وقراءة الحي، تعالج مثلا فكرة ماذا لو اختفت كل الكتب يعني آخر كتاب ممكن على أنه يبقى، تعالج مثلا فكرة ماذا لو صار الجميع كتابا إلى آخره، هي كانت أقرب ما يمكن النوع من أنواع العصف الذهني، انطلق من سؤال وهذا السؤال يعني يوصلك إلى أشياء أخرى. والنجاح هذا الكتاب أساسا ونعتبرونه هو أنجح كتبي على الإطلاق يرجع لأن القارئ وهو يتصفح هذا الكتاب يشعر حميميا أنه هو نفسه تساءل هذه الأسئلة وطرح هذه الأسئلة، وربما هو نفسه كتب هذا الكتاب وكان ينتظر فقط أن شخصا ما يأتي لكي يخرج هذا الكتاب إلى الوجود. أتمنى أنه مستقبلا تتاح فرصة إعادة التفكير في علاقتنا بالكتب وعلاقتنا بالمكتبة اليوم، وأعتقد أن هذه الدراسة ستدخل في باب ما هو اجتماعي أيضا وأنثروبولوجي، ما نكرهش أنا مستقبلا شي واحد يتطالع بفكرة روبورتاج أو فكرة دراسة اجتماعية على ما يعرف بالخزانات اللي احنا تعلمنا فيها، فكرة استعارة الكتب، هل ما زال اليوم الناس يستعيرون الكتب؟ ما زالت هذه الخزانات تشتغل إلى اليوم إلى آخره. ندوزو شوية للكرة، ما عندكش مشكل؟ ولماذا الكرة بالضبط؟ لا الكرة لأنني أنا كنعرفك أنت أحد الكتاب القلائل اللي عندهم واحد الوفاء نادر لفريق معين اللي هو فريق بايرن ميونخ، والتميمة ديال بايرن ميونخ حاضرة عندك في تفاصيل الحياة في بعض الأماكن اللي كترتادها، واللي ذلك بغيت نعرف أنا سر هذه العلاقة بين قوسين ماشي بواحد السي أحمد والسي قاسم مرغطة، هذو معروفين على أنهم الرجال، أنا الوداد أنت الوداد معروف أيضا إلى آخره. ما نقدرش نجاوبك شيء إجابة، ولكن أعتقد أن الإنسان في هذه الحياة هذه خاصة إذا كان من الصنف الذي يعتبره الذي أضع نفسي فيه هو الصنف الذي لا يريد أن يضع جذورا في مكان ما وإنما ينتقل من مكان إلى مكان إلى مكان، لا على المستوى الفعلي الجغرافي أو المهني أو على مستوى القراءات والكتابات والاختيارات الذوقية والجمالية وكل شيء، هو يحتاج دائما إلى مرجع، هذا المرجع هو شي حاجة اللي كتكون عندك دائما موجودة، فأنا أعرف على الأقل بأن نهار السبت كاين ماتش ديال الباير، سواء كانوا جيدين كانوا سيئين، كنت أنا حزين كنت فرحان، كانوا غادي يربحوا كانوا غادي يخسروا إلى آخره، تنعرف بأن نهار السبت عندي واحد الضابط معين لإيقاع حياتي هو أنه كاينة مباراة وسأشاهد هذه المباراة، والسنة القادمة كذلك تم توعد مفتوح أنه مات السنة هذه أقصر من جميع المباريات جميع المسابقات، تم توعد مفتوح في الأفق غدا أو الموسم القادم أنه ممكن يربحوا شي حاجة. أعتقد أن هذه العلاقة الحقيقية هي العلاقة التي ينسجها المشجع الحقيقي لفريقه ما مع فريقه، وهذا الوعد الدائم انه كاينه شي حاجه غادي تكون السنه القادمه او السنه اللي بعد، لدرجه انه شي مره كنت كنضحك انا وياك قلت لك زعما تشجع معايا شي فريق مغربي، قلت لي واخا تكون الباير لعبه ما عرفت مع اولمبيك اليوسفيه بحكم انك انت مواليد الرباط راه غادي نشجع الباير. اذا انا سيدي هنيئا لك بهذا الاختيار هذا. شكرا لك كثير. وشكرا لك بزاف على هذه الحلقه الجميله، ولك الكلمة أخيرا. أشكرك كثيرا لتوفير هذه النافذة للإطلال على القراء وعلى المتابعين بطريقة مختلفة، أشكر مجهودك شخصيا وأنا أعرفك يعني منذ زمن طويل وأعرف كل ما تبذله لا اجتماعيا ولا جمعويا ولا ثقافيا، أشكرك من مدينة زاكورة التقينا أول مرة إلى الرباط، أول مرة التقينا بالقصيري ولكن الصداقة الحقيقية كانت في مدينة زاكورة، اللقاءات الأكبر كانت في مدينة زاكورة، إلى هذه المدينة وأشكر كل من ساهموا في هذه الاستضافة الكريمة خاصة التقنيين، شكرا لكم كثيرا. شكرا شكرا كثيرا. شكرا للجميع وشكرا مجددا لموقع العمق، وإلى أن نلقاكم في فرصة أخرى إن شاء الله.
قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.